السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة بإذن الله هشرح لكم السؤال رقم 3 من الواجب لمادة الـ TT284. هو بيطلب مني إن أنا أصمم صفحة أو موقع خاص بفرع الجامعة العربية المفتوحة اللي أنا بنتمي إليه، بالإضافة للبرامج اللي بيوفرها الفرع دوت. طبعا فرع الجامعة العربية المفتوحة في المملكة العربية السعودية بيوفر 4 برامج أو 4 كليات، اللي هي كلية الحاسب الآلي، إدارة أعمال، كلية التربية، وكلية اللغة الإنجليزية. يبقى إحنا هنصمم موقع بيحتوي على صفحة رئيسية اللي هي الإندكس، هيكون جواه مقدمة عن الفرع دوت والبرامج اللي بيوفرها، وكمان 4 صفحات إضافية عن كل برنامج بيوفره الفرع. ممكن نضيف صفحة رقم 6 بتشمل مجموعة معلومات عني أنا كطالب، اللي هو الاسم الخاص بيا والرقم الجامعي. طبعا في تصميم الموقع انا هضطر اضيف نصوص وصور. لو احنا هنتعامل مع الصور يبقى لازم نتعامل مع خاصية الالت اللي هي الالترناتيف تكست، بالاضافة لخاصية اللونج ديسكريبشن اتريبيوتس. حضراتكم هيوصلكم مني موقع، الموقع دوت احنا محتاجين ان احنا نعدل في المحتوى بتاعه، يعني نغير الصور ونغير الكلام على قدر الامكان. بالمناسبة لو حضراتكم استخدمتوا نفس الكلام مفيش مشكلة، أهم حاجة إن أنت تغيرت في شكل وتصميم الموقع، يعني الألوان والخطوط وغيره. إنما الكلام نفسه كتكست مفيش مشكلة إن أنت تسيبه زي ما هو، لأن كلنا هناخده من الإنترنت ده. البرنامج اللي أنا بستخدمه لتصميم الموقع هو الفرونت بيج. الفرونت بيج هو أحد برامج مايكروسوفت أوفيس. لو حضراتكم مش عندكم البرنامج فأنا رفعته على الفور شيرد وهبعت لكم الرابط الخاص بيه. انا طبعا البرنامج راكب عندي، فانا بفتح البرنامج بقول له هنا بروجرامز وبروح على مايكروسوفت اوفيس. هنلاقي هنا من البرنامج اللي احنا بنستخدمه اللي هو مايكروسوفت اوفيس فرونت بيج. طيب حضراتكم هيوصلكم مني موقع، الموقع بيحتوي على مجموعه من صفحات ال HTML بالاضافه لملف CSS ومجلد خاص بالصور. نتفق ان كل الصور اللي حضراتكم هتضيفوها لازم تكون موجوده في المجلد الايمجز. خلينا نبدأ كده ونفتح الصفحة الرئيسية اللي هي صفحة الاندكس. هنضغط بالزرار اليمين على ملف الاندكس ونقول له edit. طبعا edit بعد تركيب برنامج الفرونت بيج. لو حضرتك ما عندكش فرونت بيج فالمفروض انه لو انت عملت edit هيفتحه بالمايكروسوفت وورد، وده صعب جدا في التعديل ومش ظريف يعني. يبقى انا هضغط على ملف الاندكس واقول له هنا edit، هيفتح لي الصفحة الرئيسية. طبعا احنا بنحاول نصمم موقع بيختص بالجامعة العربية المفتوحة، فالمفروض انه العنوان الرئيسي هنا هيكون Arab Open University، ونكتب هنا اسم الفرع اللي احنا بننتمي اليه. انا محتاج ان انا اغير الكلام اللي موجود هنا، لانه الموقع دوت متصمم لواجب قديم، فاحنا هنستخدم ايه؟ ممكن حضراتكم تروحوا لي على موقع الجامعة العربية المفتوحة اللي موجود على الانترنت وتاخدوا منه اي كلام، يعني مثلا هنا هنلاقي فيه حاجة اسمها برانش هوم كده، ممكن نلاقي فيها محتويات وشوية كلام كده، مش مشكلة النت مش شغالة. طيب الكلام اللي احنا بنستخدمه في تصميم الموقع انا موفره لكم جوه ملف التكست هنا اهو. فاحنا هناخد التكست من هنا وبعدين نقول له زرار يمين ونقول له كوبي، وبعدين نروح على الفرونت بيج وبعدين نعمل بيست للكلام كده. يبقى انا كده استبدلت الكلام. ممكن كمان نص تاني كل الكلام ده كده، هنقوله هنا كوبي، يعني زرار يمين وكوبي كده او نسخه، وبعدين نروح على الفرونت بيج وبعدين نعمل بيست. طبعا انا عايز انسخ التنسيق لانه شكل الخط هنا شكله ظريف شويه، الخط القديم، فانا عايز انسخ التنسيق من الخط ده او من الفقره دي للفقره دي. فمجرد ان انا بضغط هنا كده وبعدين اروح على الرمز دوت اللي هو الفرشه ده بيسموه فورمات دينتر، هنضغط عليها كده كده انا نسخت التنسيق الخاص بالفقره دي. نروح نعلم على النص اللي موجود فوق كده، زي ما حضراتكم شايفين كل الكلام اتغير بقى بلون واعدادات الخط اللي كان قبل كده. طيب احنا عايزين نغير الخطوط والالوان. مجرد ان انا بعلم على الفقره كده وبروح على فورمات واقول له فونت وبغير الخطوط والالوان زي ما انا عايز. يعني مثلا هنا لو انا عايز الخط ازرق هقول له اوكي، لو انا عايز اغيره بخط تاني
من هنا برضو يعني حتى من فوق كده من شريط الأدوات كده أختار الخطوط اللي أنا عايزها بولد وإيتاليك وأندرلاين، وطبعا دي تنسيقات حضراتكم عارفينها. طبعا في النهاية بحفظ الشغل بتاعي. إحنا عايزين نضيف صورة، أنا قلت لحضراتكم إن كل الصور اللي أنا بتعامل معاها أنا مخزنها افتراضيا في مجلد اسمه Images، فأنا هروح على قائمة Insert وأقول له هنا Picture وأقول له From File، يبقى Insert Picture From File، وأروح أحدد الصورة اللي أنا عايزها. أنا عايز الصورة دي، يبقى هنجي نقول له هنا Insert. أتحكم في خواص الصورة إزاي؟ لو أنا ضغطت عليها طبعا بالتكبير والتصغير كده زي ما حضراتكم شايفين، أو نكبرها كده، خلينا نسيبها زي ما هي مثلا كده. لو عايزين نغير الخواص بتاعتها هنضغط عليها مرتين. إيه اللي يهمني هنا في خواص الصورة؟ اللي يهمني في خانة الجنرال هنلاقي هنا حاجة اسمها Alternative Representation، هو في السؤال طالب مني إن أنا أخلي بالي من حاجة اسمها Alternative Text اللي هو النص البديل اللي هو بيظهر في حالة عدم عرض الصورة، وال Long Description Text. طيب إحنا هنتعامل معاها إزاي؟ هنرفع على الصورة ونضغط عليها كده مرتين ونختار General ونكتب هنا وصف الصورة، يعني الصورة دي إيه؟ الصورة دي مثلا خلينا نقول إنها Arab Open University مثلا الجامعة العربية المفتوحة، ونقول أوكي. خلاص لو حضراتكم شايفين مع برنامج الفرونت بيج فيه هنا مجموعة رموز كده أو مجموعة تابات تحت كده، التاب اللي اسمه ديزاين يبقى بيفتح لي الصفحة في التصميم فقط. سبليت معنى كده إنه بيعمل إيه؟ معنى كده إنه بيخلي جزء للكود زي ما حضراتكم شايفين فوق الناتج عند تنفيذ الكود ده. طيب إحنا هنا كنا في الصورة، لو حضراتكم شايفين هنا كلمة Alt اللي هو Alternative Text انكتب Arab Open University. لو أنا عايز أغيرها ممكن أغيرها من الكود هنا، أو الأسهل لي إن أنا بضغط على الصورة مرتين وأروح هنا على General وبعدين أروح أغير التكست اللي موجود هنا. أي حاجة تكتبها ماشية مش مشكلة، المهم إن هو تكون معبرة عن الصورة. طيب فين اللونج ديسكريبشن؟ اللونج ديسكريبشن هو عبارة عن ملف بيحتوي على معلومات عن الصورة. فأنا عن نفسي بعمل إيه؟ باخد من هنا أي شوية كلام كده وأقول له هنا كوبي، وأروح في مجلد الموقع وأضغط زرار يمين كده وأقول له نيو، ونعمل هنا ملف تكست عادي خالص، ونيجي نقول مثلا هنا ديسكريبشن كده، ونفتح ملف التكست ونكتب جواه التكست اللي أنا سحبته من الموقع. سيف، يبقى انا مجرد ان انا عملت ايه، مجرد ان انا خدت التكست مثلا من الموقع او من الصفحه اللي انا باخد منها النصوص، وبعدين رحنا على الموقع بتاعنا فتحنا ملف جديد امتداد وتكست ووضحنا فيه النص. طيب نروح لبرنامج الفرونت بيج، نضغط عليه مرتين كده ونقول له هنا جنرال، ونيجي نقول له هنا في خانه اللونج ديسكريبشن ونحدد مسار الملف بتاعنا. الملف بتاعنا كان موجود اللي كان اسمه ديسك اللي هو ده، هنيجي نقول له هنا open ونقول له هنا اوكي. خلاص كده انظبطت، فاحنا كده ظبطنا خاصيه الالترناتيف تكست وظبطنا خاصيه اللي هي الديسكريبشن اللي هي اللونج ديسكريبشن. هنعمل الخطوتين دول مع كل الصور اللي حضراتكم بتضيفيهم في الموقع. ناقص لنا كمان حاجه اللي هي عنوان الصفحه نفسه. عنوان الصفحه نعدل فيه ازاي؟ لو انا ضغطت هنا بالزرار اليمين ورحت على كلمه بيج بروبرتيز، فالمفروض ان هنا يكتب لي التايتل. احنا عايزين التايتل يكون ايه؟ اللي هو Arab Open University، ونكتب مثلا رياض برانش، ونيجي نقول له هنا اوكي. يبقى المفروض ان التايتل اللي هو بيظهر في شريط العنوان هيكون كده. طيب لو انا قلت له بريفيو استعرض، المفروض انه ده الناتج اللي هيكون هيظهر لو انا بعرض الصفحه على الويب. طبعا في هنا شويه اختلافات هتشوفوها دلوقتي. يبقى انا بروح على سبليت عشان يديني اكواد ويديني الديزاين. يبقى دلوقتي عشان اغير التايتل الخاصه بالصفحه بنضغط بالزرار اليمين ونقول له بيج بروبرتيز، وبعدين نغير التايتل من فوق. الحاجات اللي باقيه دي كلها ماليش علاقه بيها قد كده. عايزين نغير اللينكات. حضراتكم شايفين دلوقتي ان في هنا حاجه اسمها الهوم بيج وبعدين بلوك 1 و2 و3 والكلام ده. انا ما عنديش بلوك 1، ده انا عندي دلوقتي اللي هي البرامج اللي بتوفرها الجامعه. فالبرامج اللي بتوفرها الجامعة يا إما يكون كلية الحاسب الآلي هنسميها مثلا F اللي هي كمبيوتر مثلا. طبعا انتوا ممكن تستخدموا أي حاجة، يعني أنا هنا هستخدم اللي هي Faculty of Computer Studies، واروح هنا على الصفحة ديت كده واكتب كده. في مشكلة بتحصل في الفرونت بيج كده مش ظريفة،
إنه أما يكون فيه نصوص فأنا ما بحاولش أعدل فيها هنا مباشرة، لكن بروح أعدلها جوه التصميم نفسه. يعني أنا باجي جاي على كلمة كمبيوتر دي وكده، حضراتكم شايفين السلكت، السلكت جه على النص فقط، ما دخلتش جوه أكواد الـ HTML. ونعمل بيست ده، شايفين كده انظبطت. نيجي للكلية التانية اللي هي كلية Faculty of Business Studies اللي هي كلية إدارة الأعمال، هننسخها ونروح على الفرونت بيج، ونيجي هنا ونعلم على كلمة بلوك 2 وفقط، ونعمل بيست اللي هي كنترول وفي كده، بقت الكلية التانية. وبعدين الكلية التالتة اللي هي كلية التربية Faculty of Education، هنيجي نقول كده كنترول وسي، وبعدين نروح هنا كده على بلوك 3، وما نكتبش الكلام هنا مباشرة لكن بنكتبه جوه هنا عشان ما يضربليش أكواد ال HTML. وبعدين اللي بعدها البلوك الرابع هنستبدله بالكلية اللغة الإنجليزية اللي هي هتكون Faculty of Language Studies، ونروح هنا على الفرونت بيج ونيجي نقول كده. شايفين حضراتكم لو أنا علمت على ده هو عامل إيه؟ خد من هنا شوية حاجات خاصة باللينكات ومع التكست، فأنا مش عايز كده، أنا عايز بس النص بس، فأنا بروح جوه كود ال HTML وبعدل النص اللي موجود عندي وأجي له كده. يبقى إحنا كده ضفنا الأربع كليات. ماي انفورميشن ممكن تسيبوها زي ما هي، زي ما حضراتكم عايزين. نسيف الشغل بتاعنا ونقول له كده سيف. يعني لو حضراتكم شفتوا دلوقتي إن هنا المفروض إن كلية الكمبيوتر ستاتس ديت مربوطة، أو اللينك بتاعها ملف HTML اسمه B1، والبيزنس مربوطة بملف اسمه B2. مش كده، أنا عامل ملفات لكل واحدة من الكليات، فأنا هضغط هنا بالزرار اليمين واختار حاجة اسمها هايبر لينك. احنا عايزين نظبط اللينكات، فاحنا هنضغط على هايبر لينك، وبعدين دي كلية الحاسب، فأنا مسمي الملف الخاص بيها اسمه كمبيوتر، وحاجة أقول له هنا أوكي خلاص. يبقى حضراتكم شايفين دلوقتي هنا الفاكولتي الخاصة بالكمبيوتر ستاديز ارتبط مع الكمبيوتر HTML. نيجي هنا للبيزنس زرار يمين ونربطها مع ملف البيزنس. نيجي هنا للي بعدها الإدوكيشن زرار يمين برضو كده ونربطها مع البيزنس. اللي بعدها اللي هي اللغة الإنجليزية هنربطها مع الإنجليش. خلاص نحفظ الشغل بتاعنا. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ المفروض ان احنا ناخد البانل او اللي هو مجموعة اللينكات دي وننقلها لكل الصفحات الخاصة بيا. يعني انا عندي كام صفحة؟ احنا عندنا اربع صفحات مع صفحة اللي هي الاباوت. هنروح هنا نضغط كده اوبن، ونروح نفتح الصفحات بتاعتي اللي هي البيزنس ونقول له اوبن، الصفحة التانية كمبيوتر وبرضو اوبن، الصفحة التالتة اللي هي كانت الإدوكيشن، والرابعة اللي هي كانت الإنجليش. طيب حضراتكم شايفين ان انا بشتغل في ملف الاندكس، ده ملف الاندكس، ملف الاندكس اتظبطت النصوص واتظبط اللينكات اللي فيه. احنا عايزين ننسخ الجزئيه دي كده كلها اللي هو من هنا لغايه هنا، ونرميها جوه الملفات دي كلها اللي هم البيزنس والكومب والإدوكيشنال والانجلش. او ممكن نسهل على نفسنا ناخد اللي هي ان اوردر ليست، ناخد الليسته دي كلها كده من هنا ونقول هنا كوبي، ونروح في الصفحة الثانية اللي هي صفحة البيزنس. فين الان ليست ديت، او فين الان اوردرد ليست؟ الان اوردرد ليست اللي هي موجودة هنا، كانت من البداية بتاعتها من هنا لغاية كده. طبعا تلاحظوا ان الفرونت بيج علمها لي كلها، ده بيسهل عليا في الشغل. وهعمل هنا لصق، اتعدلت اهيت، نقول له سيف، ونيجي هنا للي بعدها نفس الاسلوب بالظبط. هنيجي عند الجزء الخاص بالان اوردرد ليست كلاس كده، نهايتي بيكون، خلي بال حضراتكم ان انا بادي بيه الـ unordered list ومنتهي بيه الـ unordered list، ونعمل هنا لصق. الصفحة اللي بعدها نفس الأسلوب بالظبط، نيجي عند الـ unordered list كده، ونيجي هنا بيست، نلزق الكلام اللي احنا ناسخينه في الخانة الأخرانية أو في الصفحة الأخيرة. برضه هنيجي عند الهوم بيج كده، نطلع عند الان اوردرد ليست ولزقناها كده. وفي النهايه انا بحفظ. عايز بس انبه حاجه، لو انا ضغطت على زرار سيف هيحفظ التعديلات اللي انا عملتها في الصفحه دي،
لكن لو انا عايز احفظ كل التعديلات اللي انا عملتها في كل الصفحه، فبروح على قائمه فايل، هنلاقي فيه حاجه اسمها سيف اول. يبقى كده المفروض ان الصفحات الخاصه بالموقع بتاعتي كلها اتعدلت الروابط اللينكات فيها. طيب ما تيجي نتاكد، هنروح نفتح الموقع بتاعنا، ده صفحه الاندكس، ضغطت عليه مرتين، فالمفروض انه هيفتح اسف اللي هو في فايرفوكس زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي. لو انا ضغطت على كلمه فاكولتي اوف كمبيوتر ستاديز، المفروض انه هينقلني لصفحه تانيه. لو ضغطت على كلمه اللي هي طبعا هنا الكمبيوتر، نقلني على الصفحه بتاعت الكمبيوتر. لو ضغطت على البيزنس، هينقلني على صفحه تالته، وهكذا. يبقى كده احنا ظبطنا مين؟ ظبطنا اللينكات بتاعتنا. ناقص نظبط النصوص والصور في كل صفحه من الصفحات الخاصه بالويب سايت بتاعي. فاحنا هنروح هنا، الصور دي احنا محتاجين ان احنا نغيرها، يعني مثلا بدل ما يكون بلوك 3 مثلا، نيجي هنا على مين؟ على الفاكولتي اوف كمبيوتر ستادز. عايزين نغير الكلام ونغير الصور، هنروح على الصفحه بتاعتنا فاكولتي اوف كمبيوتر ستادز. يبقى احنا هننسخ ده كده ونقول له هنا كده. حضراتكم شايفين المشكله اللي بتحصل لو انا خدت التكست من هنا اللي هناك مباشره، من الوورد للفرونت بيج مباشره في الديزاين، نيجي هنا على النص مباشره جوه كود HTML ونضغط كده، ظبط كده. عايزين نغير التكست، هنروح هنا في الفرونت بيج، ناخد التكست ده ونقول له زرار اليمين ونقول له كوبي، ونروح هنا في الصفحه بتاعتنا ونحفظ الشغل بتاعنا. عايزين نغير صورة، فأنا أفضل إن حضراتكم تلغوها خالص أصلا وتضيفوها من أول وجديد. يعني نقول insert ونقول له picture، وبعدين هنا from files ونختار صورة تانية اللي هي الصورة دي. برضو على لازم نعدل ال alternative text، نكتب أي حاجة هنا، وبعدين نيجي كاتبين هنا في خانة ال long description نعمل ملف text ونحط فيه خواص الصورة أو بيانات اللي معلومات عن الصورة. طبعا احنا هنا بنتكلم على ايه؟ بنتكلم على كلية الحاسب الآلي. فانا ممكن اخد التكست ده كله كده واقول له كوبي، واروح هنا كده واعمل صفحة جديدة اللي اسمها تكست دوكيمنت، ونقول هنا مثلا كومب، على اساس ان ده الخاص بالصورة اللي موجودة في صفحة الكمبيوتر، ونقول له هنا لصق كده. يبقى انا عملت صفحه، عملت ملف جديد اللي هو comp.exe، والمفروض ان دوت مرتبط بالصوره اللي موجوده جوه ملف comp.html. هنروح على الفرونت بيج ونيجي هنا نضغط هنا مرتين ونقول له general، وبعدين نحدد الالترناتيف تكست اللي هو النص البديل. ممكن نكتب نص بديل اللي هو ايه؟ نكتب كليه الحاسب الالي كده كوبي، ونيجي هنا مرتين كده ونكتب هنا general. يبقى ده اللي هو الالترناتيف تكست. عشان نغير اللونج ديسكريبشن، هنيجي هنا نعمل براوز ونروح نحدد مكان ملف اللي هو اللونج ديسكريبشن اللي هو comp.txt ده، ونقول له اوبن كده. اوكي، انتهى الشغل بتاعنا. نحفظ شغلنا في الصفحه دي بالمثل، هنطبقه مع باقي الصفحات اللي هي صفحه الايدوكيشن والكمبيوتر والبيزنس. نفس الاسلوب بالظبط، هنغير الكلام. يعني مثلا نيجي على الفاكولتي اوف بيزنس ستاديز كوبي، وبعدين احنا عايزين البيزنس اللي هي دي، نروح نغير العنوان الرئيسي بدل ما يكون بلوك 4 عايزينه مثلا كده، وبعدين عايزين نلغي الكلام اللي هنا، يبقى نروح نجيب الكلام بتاعنا من ملف الانسرت اللي هو ده كله كده، وبعدين كوبي، وبعدين نعمل بيست، الكلام اتغير. عايزين نشيل الصورة، هنيجي ضاغطين على الصورة ونحذفها، ونروح نقول له insert picture from file، ونحط أي صورة تانية ونقول له insert. وفي نفس الوقت هنروح نعمل ملف تكست، طبعا أنا بنسخ الكلام مرة تانية، نروح نعمل ملف تكست، احنا كنا شغالين في البيزنس. يبقى هنضغط زرار يمين ونقول له هنا new، وبعدين هنا تكست، ونكتب هنا مثلا business. وجوه الملف ده هنلزق الوصف الخاص بالصورة، أي كلام مش هتفرق، هو محدش هيراجع وراك. ونروح هنا على الفرونت بيج ونضغط هنا مرتين كده، ونيجي هنا في خانة الجنرال نختار اللو ريزوليو أو آسف اللي هو التكست، نكتب مثلا بيزنس أو أي كلمة حضرتك عايز تكتبها،
وفي خانة اللونج ديسكريبشن نقول له براوز، ونحدد ملف التكست اللي احنا هنستخدمه. احنا شغالين في صفحة البيزنس، يبقى وفي صورة بتتكلم عن البيزنس، فالمفروض ان احنا هنختار ملف البيزنس ونقول له open OK. نخزن الشغل بتاعنا. طيب لو احنا رجعنا لصفحة الاندكس هنلاقي هنا في حاجة كده اسمها designed by كذا. يفترض انه حضراتكم هتحطوا هنا اسمكم ورقمكم الجامعي، يعني مثلا لو انا هكتب هنا ايمن كده واكتب هنا رقم الجامعي اللي هو كده في كل صفحة من الصفحات اللي موجودة عندي. عايزين نعمل دلوقتي نعمل فاليديشن لمحتوى الموقع اللي موجود عندي. الفاليديشن مقصود بيه ايه؟ احنا طبعا المفروض ان احنا بنكتب الكود بتاعنا بال HTML، لكن احنا عايزين نراعي اللي هي XHTML، ممكن يظهر عندي اخطاء. فاحنا بنعمل ايه؟ بنروح نفتح موقع من المواقع الخاصة بعملية الفاليديشن، على سبيل المثال الموقع ده. الموقع دوت اسمه validator.w3.org.check. ناخد الكود الخاص بالصفحة، يعني هنروح على الفرونت بيج صفحة الاندكس، ونروح هنا نعمل select all عشان ناخد كل الأكواد اللي موجودة عندي هنا، ونعمل لها copy، ونروح في الموقع دوت ونعمل لها paste. يبقى أنا عملت هنا paste للتكست ده، وبعدين هنخلي الموقع دوت يشيك لي على الأخطاء اللي موجودة في الكود ده، وبعدين نيجي هنا نقول له revalidate. أهم حاجة الاختيار ده لازم نكون مختارينه، اللي هو clean up markup with HTML ID دوت، لازم نختاره لأن دوت اللي هيصحح لي الكود الخاص بيا. طيب هو شكله كده خلاص، ننزل تحت كده كده مظبوط. هو بيقول لي هنا إنه في أخطاء لقيناها أثناء فحص الملف دوت. إحنا عايزين الكود اللي هو متظبط بقى، الكود اللي هو مفهوش مشكلة، الكود السليم نجيبه إزاي؟ طبعا هو بيقول لي إن هو لقى 6 ايرور وصلحهم. حضراتكم هتنزلوا تحت خالص كده، أيوه هو ده الكود اللي إحنا عايزينه، اللي هو cleaned up source listing with HTML type. الكود ده نعمل فيه إيه؟ الكود ده ننسخه كده، وبعدين نعمل له كوبي، ونروح هنا في خانه في الفرونت بيج، وبعدين نعمل له بيست. يبقى المفروض ان انا باخد الكود اللي انا عملته، وبعدين اروح اعمل له فاليديشن، وبعدين نعيد كتابه الكود مره ثانيه، يعني نعمل له كوبي وبيست مره ثانيه. ايوه كده كده احنا خدنا كل الكود، ونقول له كوبي، ونروح على الفرونت بيج ونقول له كده. مش هيحصل مشاكل، يعني حضراتكم مش هتشوفوا حاجة مختلفة قد كده، بس الفكرة إن الكود اللي موجود عندي اتعدلت جواه حاجات جوهرية جدا. وطبعا بنعمل سيف، بنكرر نفس الأسلوب مع كل الصفحات. عايز بس أنبهكم لحاجة، إنه في أكواد هنا أصلا أنا ما كنتش ضايفها، يعني لو أنتوا شفتوا الصفحات بتاعتي كان في أكواد هنا اللي هي بتاعت دوك تايب والكلام ده ما كانتش موجودة، لكن لأن الموقع دوت المفروض إنه بياخد الصفحات اللي أنا كاتبها ويحاول يخليها متوافقة مع الـ XHTML فهو بيضيفها تلقائيا. طبعا اي حد فاهم الماده وبيدور على نقط عشان يعني يغلطني فيها هيلاقي هنا الاجابات السليمه بتاعته. يبقى احنا كده دلوقتي المفروض ان احنا جهزنا نصوص والصور اللي احنا بنستخدمها حطيناها جوه مجلد الموقع اللي اسمه images، واستخدمنا الفرونت بيج، فتحنا صفحه الاندكس وعدلنا محتوياتها، نسخنا البانل اللي موجود عندي هنا من صفحه الاندكس اللي كافه الصفحات اللي موجوده في الموقع. كل الصور اللي موجودة عندي يفترض ان انا ضفت لها اللي هي الالترناتيف تكست واللونج ديسكريبشن تكست، وبعدين عملنا عملية الفاليديشن ورجعنا النص المعدل واللي تم تصحيحه عن طريق الموقع اللي اسمه فاليديتور للبرنامج. اخر خطوة بقى ان انا اعرف ايه اللي هينبع، ايه اللي يعني اللي انا هبعته في الواجب. حضرتك دلوقتي اول حاجة بتيجي ضغط الموقع كده، نضغطه ونقول له هنا وين دراير مثلا، ونضغط من الموقع كده، المفروض ان الموقع ده او السؤال الثالث ده اللي هينبعت. ادي واحد، يبقى ده كويشن 3 حضراتكم هتبعتوه للدكتور كده. في ملف الوورد اللي بيكون جواه الواجب، يعني مثلا الملف الخاص بالاجابه اللي هو هنا، المفروض ان انتوا هتعملوا ايه؟ هناخد كود صفحه ال HTML ونرميه جوه ملف الواجب. يعني ازاي؟
هنيجي فاتحين هنا كده ملف جديد، ونيجي هنا نقول مثلا احنا عندنا الصفحة الأولانية كان اسمها صفحة الاندكس دوت اتش تي ام ال، نروح نجيب الكود الخاص بصفحة الاندكس من البرنامج ازاي كده، فين صفحة الاندكس، زرار يمين، وبعدين نقول له هنا edit، وبعدين ناخد الكود ده كله select all، نعلم عليه ونقول select all، ونقول copy، وبعدين نروح في ملف الواجب بتاعنا ونيجي ضاغطين هنا كده. الحركة دي هتتنفذ مع كل صفحة من الصفحات اللي موجودة عندي، يعني احنا عندنا صفحة الاندكس هنعمل لها كده ونديها تنسيق مثلا عشان تبقى مختلفة شوية. نتنقل للفقرة الخاصة ببرنامج البنسل. يفترض انه قبل ما اصمم الموقع بكون عامل سكتشنج للتصميم العام للموقع، فلو حضراتكم شفتوا موقعنا هنلاقي ان كل الصفحات بتاعتنا كانت عبارة عن عنوان رئيسي فوق، وبعدين هنا هيكون اللي هو المحتوى بتاعي، يبقى إذن عنوان رئيسي فوق، وبعدين هنا المحتوى، وبعدين هنا في حاجة اسمها footer اللي هو الخاص ب اللي صمم الموقع، وبعدين هنا في الجزء اليسار بنلاقي النافيجيشن بانل اللي أنا بستخدمها للانتقال ما بين محتويات الموقع وبعضها. طيب فإحنا بنروح على برنامج البنسل، وبعدين نقول له هنا فتح كده، ونروح نفتح الملف الأصلي اللي أنا هرفقه لحضراتكم ونقول له open. ده الملف الأصلي، عايزين نغير الخطوط والألوان وأشكال العناصر نفسها، بس طبعا لازم تكون مستطيلات، يعني الأشكال اللي موجودة عندي دي أنا كلها ما بستخدمهاش، أنا يهمني بس العناصر اللي أنا كتبتها لكم. هنضغط هنا مرتين، هيقول لي هنا نوع الخط اللي أنا عايزه، هنا حجم الخط، هنا نكبر حجم الخط نصغره، هنا لون الخط، وبعدين هنا الباك جراوند تقريبا او الهايلايت. فانا مثلا على سبيل المثال هختار الخط هيكون اللون ده، وبعدين الحجم بتاعه مثلا نخليه 2، وبعدين نوع الخط نخليه كده. ده التعديل اللي حضراتكم مطالبين بيه. في النهايه يفضل ان انا اخد برنت سكرين من الشكل بتاعي وبضعه جوه الملف الواجب بتاعي، يعني انا مجرد ان انا بعمل برنت سكرين انا بستخدم برنامج اسمه سناجت مثلا اهوت. البرنامج دوت هيديني امكانيه ان انا اخد برنت سكرين من الشاشه كده، وبعدين نقول له كوبي، وفي الواجب الخاص بيا المفروض ان انا بعمل له بيست مثلا كده. احنا كنا قلنا ان احنا هيبقى عندنا صفحه فيها الكود وبعدين اللي هو البنسل.